أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يا ضيف إيش في؟ أمك يعني إيش في غيرها؟ في عندها غير ضرب بالبابوج؟ لك تجي بتصوحي عليها بتضبك بالبابوج كأني عم بتقلك صباح النور بس بطريقتها. يعني عن جد القصة صارت مملة كتير، أنا مليت كتير. أول شي عليها ضربة بابوج يا زلمة، بتصبح عينك بس عينها فيها، لا وضريبة محترفة يعني ها، ومحترفة، وحطيه تحت كلمة محترفة 15 شخط بالعريض، يعني صاحبة خبرة سابقة. بس أنا في مخي شغلة يعني كنت عم بفكر فيها من زمان، بس صار كأنه يعني صار لازم أنفذها بقى. فكر؟ بشو عم بتفكر؟ لقوم اللي ببالي ندام مش عشبيل. ندام مش عشبيل؟ يخرب بيتكم من حالكم، هيك عم تحكوا بصوت عالي؟ لا والباب مفتوح كمان. بتعرفوا لو انكم كانت معدي من هون سمعتكم ايش كانت عملت فيكم؟ كانت طحنتكم طحن بماكينة الكبة. ايه لا ريح حالك، امي مالها هون على فكرة، اخذت مجودة ونزدوا راحوا، مشان هيك بكير عم نحكي نحن براحتنا. اذا هيك الحكي انا معكم قلبا وقالبا، انا كمان بدي انتقم من شرشبيل، انا بدي بس اخلص منها، بركي بتنكسر، بركي بتختفي، بركي بتنمعس وبخلص منها، بس مو هون. شلون بدنا نبلش فيها؟ منين نبلش الخطة؟ من وقعها وهي عم تنظف، من زحلقها وهي عم تشطف، من نشفها من الشباك. ممتاز، حلوة هي الأفكار اللي قلتوها هلا كلياتهم حلوة. نحن هلا ايش نعمل؟ نبرك كلياتنا هلا ومنخطط ونجمع هدول الأفكار كلياتهم بخطة وحدة مدروسة ومحبكة لحتى نعرف شلون بدنا ننتقم منها. اسمعوا مني بقى. على بركة الله، والله وقعتي وما حدا سمع عليك يا شرشبيل خانوم. تفضلوا معي امشوا. لحظة قبل ما نقطع، لحد هلا اللي عم شوف الفيديو ما روحت لايك مرفوض بوتاتا، كلياتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وصلونا هذا الفيديو لأكثر من 10,000 لايك وبصلونا على 300,000 أسرع وقت. هلا إذا كل واحد عم شوف الفيديو ضغط اشتراك وفعل زر الجرس بفترة قصيرة جدا رح نوصل ل 300,000 وبعدين جايكم بعد المفاجأة كتير حلوة، فكلياتكم اشتركوا وفعلوا زر الجرس وشوفوا الحلقة الأخير وانتوا والحقوني ولكن الحقوني يخرب بيتكم. أطير أطير يا حمامة، قولك مبسوط مبسوط مبسوط. ذهب ذهب، شلون هيك حجي؟ حاج هيك صابون؟ هاد رأيك شلون؟ خرب بيتك من حالك، هلا انت فكر حالك لقيتك حطيت رغوة؟ ايه ما بفشكر حدا هيك قليلة، هي مين ما عدى ما بفشكر هلا، كتر حط كمان، حط كمان، بدي اياها تقع تنكسر وعلى مسؤوليتي، ايش ما بصير مسؤوليتي؟ انت مالك على قطاوة، خدوج صار معي طمنيني، عيب عليك حجي، كل شي جاهز وعلى كيف كيفك. هلا ما صار هيك الحكي، وهي كترنا كمان، ايش بدكم أكثر من هيك؟ لحظة، هي صوت أمي، شكلها أجت، روحوا. بلوك 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 عبيدة شغل مسلسل شغل مسلسل حط لنا مسلسل جميل وهناء حطه بسرعة. يو كلياتكم فايقين وباركين مالكم بالعودة؟ من ايه مالكم الشمس ترقعنا؟ تم الكسر بنجاح يا اولادي انكسرت. اوف يا لطيف ام عبادة صار معك طمنينة ولك لسه عم تسأل ولك لسه عبالك بأرضك عم تسأل بدل ما ترقد علي تطمن علي؟ ما صار شي لا والله سلامتك ما في شي بس شو طحت على الأرض هيك تحب أخذ مساج وطحت على الأرض ووقت انكسرت يا فهمان الله يوفقك. لحظة هاي مي وصابون، مين جايب مي وصابون قدام الباب؟ اه مين جايب مي وصابون قدام الباب؟ ما في غيركم انتوا اللي خربين البيت كلياته انتوا. يخرب بيتك حتى وانت واقعه متكسحه بدك تدعي كمان لسانك هيك طوله يخرب بيتك ما مسكتي طاوله يا ربي كان بهالوقعه تنكسر ونخلص منها يا رب. بس يلا معلش خيره غيره خيره غيره طولي بالك لسه طولي بالك. اخ ظهري يخرب بيتكم من حالكم ظهري اخ ايش شو هاد؟ انا لسه خدوج يخرب بيتك من حالك ليش هيك البيت قايم قاعد؟ ليش بالك بطبقه شي طاوله؟ بعدين برادي بالك قاعد فرجي على التلفزيون بسرعه خدوج 3 ثواني
رايح اطفى على المطبخ واطلع على البراد اللي بتساويهم، المي تمسحيه بتمل البيت كلياته، بدي ارجع الاقي كل شيء خالص. يلا اقول لك وين وين وين، بس فهميني بس فهميني وين وين، كل شيء مبلل كل شيء نظيف، انا بس بدك تشغليني. ماشي امي ماشي يلا خلاص ماشي يلا. راحت بسيطه هلا بتشوفي، هلا بفرجيكم ايش راح اعمل فيها. طولي بالك علي. ولك يلا خدوه صار معك يخرب بيتك. لهلا سامع علقات البرادي؟ فهمي شو بك عم تعيطي؟ ما عرفت اركبهم يعني تركيبهم صعب، حاولت ما عرفت بعدين ايش اعمل. بعدين تعي جهزت لك كل شغلك، البرادي جاهزات والكرسي جاهز، تعي ركبيهم انت وبس بدك اياهم. تعي والله شو عم تعزميني يعني؟ هلا انا قلت لك عيون انت بتجي تقولي لي الي؟ يخرب بيتك من حالك، بعدي هيك منو شيء؟ بعدي اسمعيني وفتحي مخك. انا طلعت هون لفوق مسكيون هون من تحت شمدت قبل الارض وما تشدي اياه بقى فهماني، واقفه بالزور بقى امسكي. ما عم بشدها امي ما عم بشدها، خلصيني يلا ركبيه لنا تنتين تلاتين. ماسكتها ما عم بشدها يلا خلصي. خدر 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 شديها شديها خدر شديها شديها حركه كرسي وعيه شديها. يلا 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 طبعا قولي امي صرصور 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 صرصور. الله اكبر الله اكبر، ظهر الحق وزهوق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. انكسرت لسه؟ طب ليه خدوج انكسرت؟ اسمع 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 طمنيني عندك امي، صار لك شيء امي؟ طمنيني عندك حبيبتي. عم تشديها بنت الصرامه موتك هتشديها؟ مو قلت لك هتشديها بقى عم تكسر؟ بدك تكسريني بدك تكسريني والله لتاك يقتل لتاك يقتل. تشبعي تعي لهون. قولي بابا لحالي 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 قولي امي امي والله ما كان قصدي امي والله ما كان قصدي. طيب بالك امي كان قصدك ما كان قصدك. هالمرة الوقعة قوية يمكن انكسرت. يلا بتستاهل معلش معلش. والله ما كان قصدي. كان قصدك يا بنت الصرامة افتحي الباب افتحي الباب للخدوج افتحي الباب. يلا ام عبيدة طولي بالك ام عبيدة تاعي تاعي تركيا البنت ارتك مو بقصدها مو بقصدها يعني تاعي خلاص تركيا تاعي. ماشي يا خدوج ماشي بدك تفتحي بدك تقطعي بدك تقطعي يعني بدك تعملي طول النهار هون بدك تقطعي. انا بفرجيكي بسيطة بسيطة يا خدوج انا بفرجيكي. انا داخل اعمل كاسة شاي وهي طلت ارضكم راسي. ايه ايه روحي روحي معلش روحي روحي روقي اعصابك روقي اعصابك ام عبيدة معلش. عبيدة امك دخلت على المطبخ شلون الوضع جوا تمام جهزت كل شيء؟ ولو عيب عليك عدنا ثلاثة بس وراح تسمع احلى صوت انفجر. يا ربي دخيلك ما ادراك. الله اكبر الله اكبر ماتت لساع ماتت لساع. وراح اتجوزك ام تحسين وراح اتجوز ام تحسين وراح اجيب لك سوزي لهون نسهر سهرة من العمر واحلى ام تحسين وجايكي. الله يخرب بيتكم كنت خلقت. يا ربي دخيلك لساتك عايشة لساتك عايشة. كم روح عندك يخرب بيتك من حالك. انا قلت بدي انا قلت بدي وارتحنا منك خير عم بدا وصار معك. لا 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 انا منيحة انا منيحة بس الغاز الغاز عوض وسلامتك ما بين منه غير هدول. الغاز الغاز يلا الغاز ولا يهمك عادي فداك يا ام عبادة منجيب غيره مو انت سالمة مو انت سالمة. يا رب تسامحني على الكذب يا رب تسامحني على الكذب. ولك يا غبي بكتر الكمية شوي انت كنا خلصنا منها الله يخرب بيتك هذا غبي. ولك انا بس بدي افهم اليوم ليش عم بصحط كتير وين ما عم بروح عم بصحط طول الارض مدهونة دهن بالصابون. انا فايت على الحمام اعمل دوش لحد يستخدم نوم بعدين بدي ادخل انام. وهذه ضلت اردكم لك حجي عم بتقول لك داخل تعمل دوش مصبرت الحمام جوا وضع تمام بدك تزعلني منك ولو انا متوصي فيا جوا وعلى كيف كيفك. اسمع هلا قولي راسي دخلكم دخلكم راسي قولي قولي. يا ربي دخيلك استويت فيا انت جوا ما عملت شيء ما عملت شيء ما عملت الا شيء. انا كثير طيب ودرويش بالعكس انا ما بعرف اطول حطيت لها سطل مي على الباب بس. والله لا ضربشكم واحد واحد انا حيوان فيكم حتى سط المي فوق يطلع يعترف يقول انا بسرعة. اهدي 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 يا ام عبادة اهدي طوي بالك طوي بالك والله الموضوع ما هو مستاهل منوب. انت ليش صاير عصبية ليش صاير عصبية؟ انا عصبية انا عصبية انا عصبية. لا 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 مالي عصبية منوب انا كتير مروقة كتير مروقة.
وهلا جاي اتفاهم معكم على السوال الساعة. تعالوا عندي. ايه تعي 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 بقي جنبي تعي بقي جنبي خلينا نتفاهم تعي. تفرجني هلا على هي اللقطة. هي اللقطة النهاية هلا راح تجيب نهايتها تفرج. هي حيوانات. لا 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 شفتي يا ام عبيدة شفتي يا ام عبيدة ربنا كبير ما بيرضى بالظلم. كنتي ردي بدك تخانقيني كنتي هاجمي علي بدك تخانقي بس قام شوفي ربي عم يشعمل فيكي. حول لا قوة الا بالله. امي يا ام عبيدة امي قومي الله يصحك قومي. ربنا ما بيرضى بالظلم قلت لي مو. ايه هلا بنشوف. تفضل لعندي. يخرب بيتك لك لسه عليك نفس ولو قلتي ما بتتوبي لو قلتي منك مصنوعة خيتو من الاخير. انا مالي علاقة هيدا ابنك صفي منك له هو عمل كل شيء انا مالي علاقة منه. شو ابو الشباب ابو الشباب حجي قلت لي رايح طفر معك شكلي اكلت على حالي وليش كشت على حالي كلها انا بس مي طول بالك طول بالك اهدي انا بدي اياكي مروقة بدي اياكي مروقة متفاهم وخلينا نفهم متفاهم ها. لا 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 انا كثير مروقة انا كثير مروقة انت مالك شايف الرواق اللي فيه انا مروقة وجاي اتفاهم معك كمان تفضل اوري